حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسه اوسق صدقه ولا في اقل من خمسه من الابل الذود صدقه ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقه قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول اذا قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه لكونه لم يبين ويؤخذ ابدا في العلم بما زاد اهل الثبت او بينوا